انت اليوم الصبح مرعوب، كيف تهدش على سيارتك؟ شفت اكلت ضبط لحظه. امتى اليوم الصبح مرعوب شفت هي على سيارتي فكرت حالي اكلت ظبط؟ قد ما انا خايف من موضوع انه قانون السير الجديد ومعودين انه ما في قانون مثل ما لازم، يعني لازم الواحد يحفظ كتير مزبوط الديتيلز لازم يعملهم بالنهار ويمشي فيهم بسيارته حتى ما ياكل ظبط بالقانون الجديد. انا بدي اوجه تحيه لسكر الدكاني هالجمعيه اللي هي بتحارب الفساد. اليوم بطاقه توعيه اللي موزعتها على الطرق اللي حطتها على السيارات، 1000 قتيل و10000 جريح سنويا بسبب حوادث السير الناتجه عن فساد مؤسسات الدوله. تحيه لكم سكر الدكاني، بس ما تنقزونا بهالطريقه، على القليل غيروا لون الورقه اللي محطوطه على السيارات لانه عن جد فكرنا اكلنا ظبط. على كل حال اليوم حلقتنا خاصه بختام شهر اذار اللي خصصناه كله للسلام المروريه على الطرقات، ومن خلال الفيديوز والمقابلات يلي شفتوها اليوم، مقابلات خاصه مع كل الاشخاص المعنيين بهالموضوع هيدا. هلا رح نروح لعند غيدا اللي هي رح تقضي نهارها برا بالسياره وتجول بالمناطق اللبنانيه والشوارع اللبنانيه وتفرجينا شو شافت من مخالفات او شو ممكن تعطينا بعض الملاحظات. رح ننتقل لعندي غيدا، وصباح الخير عن جديد كمان. نحن بعدنا مكملين بعجقتنا، قصدي بطريقنا، وجايين لعندكم، بس نحن بعدنا عم نستكشف شو عم بيصير بالطريق، وبعدنا مع ابو شارل عم نسمع حكايات وعم نتفرج على الناس وعم نسجل ملاحظات. ابو شارل، طب انه انت مثلا تمشي كثير على مهلك مشان تطلع زباين، طبعا قديش بيقطعوا عنك وبيدوبلوا عنك؟ بيدوبلوا عني وبزمروا لي شمال ويمين. نعم، وبس يزمروا لك قديش يعني بتزيح دغري على جنب؟ هلا حسب الوضع السير اللي بكون قدامنا. ايه، حسب السير الوضع اللي بكون قدامنا، إذا في مجال حدله بحدله، إذا ما في مجال بدي اضطر امشي بخطي عادي. وبتزمر هيك زمور صغير انت بس بدك تطلع زباينك؟ اكيد اذا راكب واقف هيك بس زمور. هيك فرجيني، سمعني هالزمور هيك. واحد بدك اقوى؟ لا ما بدي اقوى، بدي كيف تعمل مزبوط متواصل؟ مش لا متواصل، دخيلك بدك تتوجدني. لا مثلا راكب هون بعمل له انا هيك هيك بحس انه في حدا انه جاي، انه هي عم يزمر، بقول له رايح، بوقف له ساعات انا اذا رايح، يا بيقول لي يا لا دغري. وقديش اوقات بتغير طريقك مشان زبون مثلا حسيت انه انت رايح بطريق معين شفت زبون قلت يلا بغير طريقي؟ اذا معك زبون تاني كمان اوقات اذا كان معك رايح على طريق قريبه، اذا معي زبون قبله ايه؟ وهذا ما بيسقبني على الخط اللي رايح فيه ما بروح بكمل على الخط اللي رايح، اذا بيسقبني على طريقي باخده معي للزبون وبطلعه معي. طب هلا بيناتنا، نعم انا وياك ما في حدا غيرنا عم يقف، اوكي قديش مزبوط بتوقف على الاشارات الحمراء؟ حسب توقف؟ الاشاره عندك اشارات مسرعين، ايه ابو دقيقتين بيمشي الخط بنمشي. وعلى السفره بتمشي دغري بتدعس بسرعه ولا شو بتعمل؟ حسب ايام بنمشي، ايه؟ ايام بتغدرنا ما بنمشيش. هي بتغدرنا؟ ايه مش نحن بنغدرها. لا شو قولك، مين اللي بيغدر مين؟ هي ايام نحن بنغدرها ايام هي بتغدرنا. حب وحده مر علينا ومر عليها هيك قولك؟ هيدا اللي صاير معنا. طيب هيدا لانه ما بدنا نحكي بالمفروض، نحن بدنا نحكي اللي بيصير على الطريق، لانه المفروض كثير اشياء. نعم المفروض ما في عجقه سير، المفروض مزبوط ماشيين بالقانون، المفروض ما عم نفوت عكس السير 100%، المفروض ما في جوار وما في خبصات، بس انه ياك يا بنتي الجوار موجودين وين ما كان، بينزل الزلمه ابعد شيء يطلع تراث، هيدول تراث ما لنا قلب نستغني عنهم. ايوه كيف. طب انه انت مثلا تمشي كثير على مهلك مشان تطلع زباين، طبعا قديش بيقطعوا عنك وبيدوبلوا عنك؟ بيدوبلوا عني وبزمروا لي شمال ويمين. نعم، وبس يزمروا لك قديش يعني بتزيح دغري على جنب؟ هلا حسب الوضع السير اللي بكون قدامنا. ايه، حسب السير الوضع اللي بكون قدامنا، اذا في مجال حدله بحدله، اذا ما في مجال بدي اضطر امشي بخطي عادي دغري. وقديش اوقات بتغير طريقك مشان زبون مثلا حسيت انه انت رايح بطريق معين شفت زبون قلت يلا بغير طريقي؟ اذا معك زبون تاني كمان اوقات اذا كان معك رايح على طريق قريبه، اذا معي زبون قبله ايه؟ وهذا ما بيسقبني على الخط اللي رايح فيه ما بروح بكمل على الخط اللي رايح، اذا بيسقبني على طريقي باخده معي للزبون وبطلعه معي. ما في اشطر منهم اللبنانيه يا ابو شارل. نعم بعتين لي هلا نكتي على الواتساب، ايه مصورين الرادار، حاطين له عزيزي الرادار، عزيزي الرادار، على القليل افتح حساب على انستغرام خلينا نشوف صورنا ونعمل لايكات. ايه حلو، عادي دافعين مصاري خلينا نشوف اشكالنا واشكالنا والواننا. مظبوط معهم حق، حاطين صورة الرادار كمان، شوف صورة الرادار.
عم اهلك يا طرزان، عم اهلك وين يا حبي؟ وين؟ شكرا مدام. طب ابو شارل انت مش عم بتحط على حالك، بس قديش بتشوف ناس بفوتوا عكس السير عن جد ليهربوا من العجقه؟ كثيري كثيري قلي. كثير 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 كثير. نعم كثير كثير كثير. وبفوتوا بكل ثقه انه الطريق لهم. كل يوم واحد فيت ايه بعكس السير يا ستنا، صار معه حادث كان مات، شو رايك؟ وما بيقبل يرجع حتى اذا فيت عكس السير للي جاي مزبوط. الغلط عقوله غلط ايه؟ ما كان سين بصلي عنده سيارتي انا، الغلط ما انتبه فيت بعكس السير. طب ليش مش واضحه الاشاره انه في عكس عربي السير؟ ما انتبهش في دوان راسه ايه؟ في ناس بيمشوا بيكون عم بيفكروا بشيء بينسوا ايش بيصير معهم. هدول بقى يا ستنا كان مات، قعد بالمستشفى بالكوما 3 ايام ورجع طلع وقال يا رب ان شاء الله موت اخلص. يا لطيف. بس رجع مشي حاله بعد. مشي حاله ايه هلا ليه عم بيصح. اقولك بعد بيفوت بعكس السير؟ اكيد تعلم؟ هو ما بيخالف هو اساسا. بس هو شباب الطازه جديد هو بيخالفوا. هدول اللي بيخالفوا اكثر اولاد اكثر من الجيل القديم. قديش بتكسروا على بعضكم لحتى تاخذوا زبون من بعضكم؟ حسب. قديش؟ يمكن بالمشوار مرتين ثلاثة يعني. عم شوف قبل شوي واحد عم بيطاحش حدك يعني كسر عليك زيادة كسر كمان؟ كسر بده ياخذ الركاب لحتى يروح ياخذ الزبون. نعم. قديش بتصير هيدي؟ هي بتصير شي مرتين ثلاثة حسب الشوفيرية القبضيات والأوادم. فيت تنشوف هالست لوين بدها تروح؟ أنا فرس 2000. تفضلي. عظيم. تفضلي. ايوه يا اهلا وسهلا. بس ما سكر باب. فيرم لابورت، سكر الباب. عم يعمل معه. ايه عم تصور. عم تصور الطريق. ليش على الكاميرا هاي؟ خليكي ما بيأثر. مثل ما بترتاحي. يا اهلا وسهلا. احنا عم نصور الطريق. خبرينا هلا انت رايحه من الاشرفيه على جسر الواطي. ما هيك؟ شو وضع بالنهار؟ كيف بتكون الطرقات؟ عشا حسب. هلا هيدا هلا على الثاني وربع على عجقة المدارس. ما هيك؟ شو اسم حضرتك؟ رفقة. رفقة يا اهلا وسهلا. هلا انت كثير هالاسم بارك هالاسم. باردون مرفقتنا هلا. ايه عجاك ملكنا الحارس يعني رفقة. قديش بتاخذي كم مره بتاخذي سلبيه بالنهار او بالاسبوع كمان؟ لا ما بشتغل انا. ايه الصبح سيرفيس وهلا سيرفيس. وين قاعده؟ قاعده بسن الفجر. وشغلك هون بالاشرفيه. الصبح بالمجد بتاخذي سيرفيس، قديش بياخذك وقت لحتى تلاقي سيرفيس حد البيت؟ اي ساعه بتظهري؟ ما عندي وقت معين بالظهر. ايه حسب، ايام 2 ونص، ايام 3. عندك اولاد؟ عندي بنت. قد ايه عمرها؟ 16. الله يخليها يعني. هلا بتروح على المدرسه بعدها؟ كيف بتروح بالاوتوكار؟ اوتوكار. وبس بدها تتنقل اوقات تاخذ سيرفيس؟ لا سيرفيس. ايه وبتأمني كله تمام خلص؟ بس تروح ما بأمن كثير يعني، بضل بالي مشغول لحتى توصل. وجسر المشاة بتشوفي حدا بيطلع عليه ولا لا؟ قليل بيطلع عليه قليل. يقلل الواحد مروه. يقلل مروه ما هيك لحتى يطلعوا عليه؟ ايه. طب بنوتك هلا عمرها 16 سنه مثل ما قلتي لنا، يعني بعد سنتين ان شاء الله بصير معها دفتر. رح تنطري ل 18 لتعلميها سواقه ولا كمان حتسبقي عليها مثل ما بيعملوا كثير ناس؟ لا هلا بتتعلم. بس انا ما بلحق اقدر اجيب لها سياره يعني. ايه بس تشتغل. ماني مستعجله لعلمها السياره. ما في عندي امكانيه لاجيب لها سياره يعني. بتفضلي هيك تضلي على القليله هيك بتصيري عارفه انه بوقتها يعني هي حتى اصلا اريح لها قد ما صاير البلد عجقه وما في محل واحد يصف. هي عم يعلمها ايام بيسلمها وبيعلمها السواقه شوي. وانت قبلاني معه؟ لخيك؟ قبلاني؟ ما لازم. ما سياحة هي عارفة بوجودها ما رح اجيب لي سياحة، تبلش بالشغل هي يعني. ايه لتبلش هي بالشغل. ايه هلا بس اشتغل، تعلموا واشتغلوا وتقصي سيارة. طيب هلا نحن حنكفي المشوار سوا نحن وياك يا رفقة وابو شارل كمان، بس رح نرجع لعندكم هلا وبعدين اكيد رح خبركم شو عم بيصير معنا واكيد خبريات جديدة على الطريق. بمشوار عالم صباح اليوم.
مرسي لك غيدا، يعطيك الف عافيه. عن جد يعني منا هينه ابدا المشوار هلا بهالعجقه بالطرقات. اكيد بختام النهار تقريبا حوالي الساعه 12 ونص رح ترجع غيدا وتكون معنا اليوم بهالنهار الخاص يلي عم نختم فيه حمله التوعيه على السلامه المروريه، لحتى تعطينا عن قرب اكثر شو كانت مشاهداتها على الطرقات. بدي رحب بالاستاذ عفيف عبوده رئيس نقابه اصحاب مكاتب تعليم قياده السيارات، اهلا وسهلا فيك. نصيب صبحي. صباح الخير. صباح كده المشاهدين ويعطيكم العافيه. يعني نحن متامل انه هالشهر يلي حكينا فيه هالقد بشكل مفصل عن ضروره التوعيه ويكونوا الناس منتبهين على الطرقات يكون وصل الرساله. اليوم حضرتكم يمكن الاساس يلي هو تينطلقوا الناس منا على الطرقات، شو فينا نحكي اليوم عن المكاتب بالاجمال لتعليم القياده؟ نحن بنعرف انه مكاتب السواقه بلبنان من سنه من الثلاثينات تطورت نوعا ما، بس القانون ما تطور معها. المراقبة ما كانت شديدة على هالموضوع، ما كان في اهتمام بهذا الإطار، ولكن اليوم بالقانون الجديد نحط ضوابط لهذا الموضوع. رح يصير عندنا مدربين مثقفين حائزين على امتياز فني ليقدروا يعلموا، والموجودين هلا واللي عندهم خبرة رح يخضعوا لدورات تأهيلية. نتمنى ونتأمل انه الدولة تطبق القانون، ما يكون القانون مثل قانون 67 نعمل على ورق وما تطبق الا جزء منه. طيب هلا كمان المواطن بده يطبق، يعني بدنا نشوف قديش بده يوقف على اشاره، قديش الى اخره، يعني وقت اللي عم يتعلموا معكم كل هالامور بيرجعوا بعدين بيروحوا على الطرقات وبنقول ليش صار في هيك وليش صار في حوادث وليش صار في الى اخره. يعني كمان في جزء يمكن منه الحق على الناس والحق على الدوله. هلا اليوم خلينا نحكي بهذا القانون اللي وصلنا له على امل انه كله يقدر يرجع يتطبق، قديش تدخلتوا بالقانون الجديد؟ نحن كنا ندعى للجنة الأشغال النيابية نحط بعض الاقتراحات، لأنه نحن موجودين على الطريق ودائما الممارسة بتعطيك ثقافة وعلم أكثر من العدم الرؤية، مشان هيك نحن عم نحط بعض النقاط، ولكن في نقاط تانية ما اتخذت فيها، وعلى أمل أنه بس ننفذ القانون نقدر نعرف الثغرات الموجودة نرجع نقدم اقتراحات جديدة ليتعدل. ولكن لا شك أنه القانون نحن دائما لازم نطلع بنص الكباية المليان، صح، وما نقول انه هذا القانون ما بيسوى، ما في قانون بالعالم ما بيسوى، في قانون بيبقى بده اعادة نظر او بده اعادة تصحيح بعض المواد فيه. نحن كاصحاب مكاتب في جزء كبير منا مع احترامي للناس اللي مش قبلانه بنقول هذا القانون جيد، اذا تطبق بحذافيره بيكون كتير منيح، ربما نقدر نخفف من القتلى اللي عم بتصير على الطريق. اليوم بالاجمال هل فينا نتكل على كل المكاتب؟ دائما عندكم ما بعرف يعني كنقابه عم بتتابعوا كل التفاصيل شو بيصير عند كل هالمكاتب اللي عم بتعلم السواقه؟ نحن النقابه المشكله انها مش ملزمه، يعني لو عملنا رقابه بنقدم مثلا ايام تقاريرنا للمصلحه المختصه، ولكن نحن بنعرف انه المكاتب منها المجتمع، ومثل كل شيء بالدنيا يعني في المحامي الشاطر، المحامي اقل شطاره، الطبيب كذلك، وفي مكاتب عندها مهارة وعندها ضمير، في مكاتب أقل حسب موقع الإنسان وتربيته واجتماعه. طيب نحن عم نحكي الشق القانون، بدنا نحكي الشق يلي هو يعني تطبيقي أكثر، شو اللي تغير بتعليم السواقة اليوم؟ قديش صار في أشياء فوتوها عم تقدروا تتبعوا تقنيات جديدة حتى يصير الموضوع أأمن؟ نحن كأصحاب مكاتب جزء كبير منا هو عمل سلامة عامة وطور حاله، يعني هالسيارة هي بتيجي من الشركة ما فيها إلا فريم واحد وبنزين ودبرياج. أوكي. نحن مشان نحافظ على اللي عم نعلمون حطينا دبرياج إضافي على الميلتين، وفريم وبنزين تا اللي عم يدرب يقدر يتحكم مع اللي عم يتدرب بتوقيف السيارة وما نكون معرضينه لأي خطر. هذا ما بيصير يتكل عليكم انه اذا انا ما وقفت هو بيوقف. احنا ما بنستعمل هذا الاسلوب الا بالخطر الشديد. اوكي. اثنين، اليوم بالقانون الجديد اكيد زاد بده يزيد ساعات التعليم. نحن بنعرف انه الاقتصاد بلبنان عم بيأثر على الناس، بنتمنى من الانسان اللي بده يعمل دفتر لابنه لو بده خمس ساعات يقول له عمول 10، لان بكون عم بيحافظ على طبعًا ابنه طبعًا على الناس الموجودين بالطريق. طبعا نحن في اساسا رح يرجع يصير في الفحص النظري على جهاز كمبيوتر بعدد اسئله بتعطيه ثقافه مروريه، عدد ساعات رح يكون ب ميادين مغلقة وبعدين على الطريق. نتمنى تتطور المناورة، لأنه هاي المناورة شو ما تطورت شو ما عطت صعوبة
بتعطي نتيجة أكثر، لأن نحن اليوم نعرف المناورة الموجودة ما بتقدر تدل إذا كان هذا السائق عنده الإمكانية أنه يمشي على الطريق، لأنه لساحات موجودة، مع أنه قانون 67 كان طالب من الحكومة تخلق مدن أو ساحات للتعليم، لكن الحكومة غضت النظر وما بعرف ظروف معينة ما طبقتها. ما طبقت بين هيدي السيارة القديمة والسيارة الجديدة. القديمة أكيد ما بقى عم تستعمل. القديمة صارت هي كوليكسيون يعني أكيد. تنتذكر كيف كنا عم نتعلم نحن. نحن بدنا نقول للمسؤولين بيقولوا عنا نحن سماسرة أو نحن مش أهل، إنه هن تعلموا على هاي السيارة وهن عم يسوقوا هلأ كتير منيح، أخذوا خبرة من الطريق وكانوا قابلين. اليوم نحن طورنا لهم هاي السيارات ومستعدين نطور أكثر إذا الدولة تعفينا من الجمرك ومن التسجيل. هذا صرنا غير وضع. متأكد انه منطور المصلحة اكتر. اوكي قلنا. يعطيكم الف عافية. هلأ التطوير هو اكيد انطلاقا من الضمير يلي واحد بده يكون فيه واعي عشو عم بيعمل، عم بيترك هالشباب على الطرقات من وراء تعليم السيارة. انا بدو كلمة اخيرة بين ما يتطبق القانون، لانه نحن اكيد القانون راح يتطبق بسرعة لان في مراسيم في مراحل. اوكي نتمنى من اللي عم بيعلموا السواقة يكون عندهم ضمير. صح. يفهموا الانسان على كل الاشارات، على كل المفارق كيف لازم يفوت، كل المنعطفات، يكون عندهم سعة صدر مش هي العملية مالية بس. يعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا فيك. مرسي لإلك كمان نهارنا متابعة. إذن خليكن معنا، عنا مزيد من الضيوف والربورتاجات. غيدا يلي على الطريق، جوزيف رولا كمان موجودين معي لغاية الساعة واحدة اليوم بعالم الصباح الخاص.